نفتحوا ملف النادي الرياضي الصفاقسي. النادي الرياضي الصفاقسي اللي عرف بعض الصعوبات الإدارية قبل بداية الموسم، لكن الفريق يحقق في بداية البطولة 5 انتصارات متتالية. الفريق اليوم موجود في طليعة الترتيب، الفريق يقدم في أداء ممتاز، لاعبين منتدبين جدد أعطاه الإضافة، المدرب شهاب الليلي كذلك منذ بداية الموسم يعطي الإضافة للفريق. هات الشاهد وشنو قالوا الملاعبية والمدرب شهاب الليلي، ثم نعود للبلاتو. نشوفوا جو جديد وجواريات قربت اكثر لبعضها، ومسؤولين ستاف ناس الكل قربت لبعضها، وذاك هو اللي خلانا معناها نعملوا لي ريزلتا البوزيتيف هذوما الكل. اللي جاونا به قاعدين نخدموا ساقين على الارض، الريزلتا قاعده تمشي بطبيعتها ان شاء الله نكملوا هكا. الاولويات وهذه مهم برشا هو تنقيه الاجواء بين اللاعبين، وهذا مهم برشا. تعرف مش معناتها الاجواء كانت مش نقيه، لكن المخلفات نتاع النتائج السلبيه ولدت ازمه علاقات وازمه ثقه. عاوننا برشا وعنده نسبه كبيره في الشونجمون اللي حصل هذا الكل. معناها كنا في بيريود صعيبه ياسر. شفتوا الخدمه نتاع الممرض عطاتنا فولها هكا، تشوفوا فما فضلك وكل شيء وجاو في الجروب كل شيء. سي شهاب عطيني حظ جديد في الاكيب، وعرفت كيفاش يفهم المجموعه، سيرتو عرفت كيفاش يحضرنا نفسانيا. سي لطفي عبد الناظر رئيس الفريق النادي عطاني فيفير على مستوى تكوين الاطار الفني نتاعي، عطاني فيفير في الابقاء على اللاعبين اللي راهم انا صالحين. قال لي كيف شنو هما المتطلبات تاعك في الافكتيف؟ الحاجات هذوما اكيد لازم تكون وراها هيئه، والاسس راها سي لطفي عبد الناظر، هذا اكيد. الهيئه نتصور كانت اكثر من عند كلمتها المره هذه، ووقفت معنا برشا، ونتصور مستحقاتنا الكل ماخذينهم. هذاك اللي زاد خلى الجواريه تعطي اكثر وتخدم، معنا كل واحد يخدم وباله مرتاح ويخمم كان في خمم كان سيرتينا كاو ما يخممش لبرا. كهيئه مديره حاولنا باش نتداركوا ما فات من ربما اخطاء او ربما اختيارات على مستوى الممرن، على مستوى بعض المسيرين. ندرس شخص قام بتغيير اللي يلزم يكون بالتغيير، قام بتغيير. المديره كانت متماسكه، السيد لطفي عبد الناظر اللي كان في فتره ما متواجد في تونس في فتره الازمه كان تواجده في صفاقس بصفه مكثفه، كانت لقاءات مكثفه، كنا فكرنا في العديد من الحلول. ضحى بماله باش من الجمهور يعرف انه السيد لطفي عبد الناظر في الازمه، في الازمه الشديده باعتباره انه ما كان فاهم حتى طرف يمول في النادي الرياضي الصفاقسي. السيد لطفي عبد الناظر كان يجبد من ماله الخاص ويدعم ويخلص ويفض في المشاكل الماديه وفي المشاكل مع اللاعبين. إذا برشا تفاؤل في تصريحات اللاعبين والمدرب والمسؤولين، يعكس البداية الطيبة للنادي الرياضي الصفاقسي. ناصر، اليوم كمتابع وكمسؤول سابق في النادي الرياضي الصفاقسي، هل كنت تتوقع البداية الطيبة هذه 5 مقابلات؟ بون، باش واحد يتوقع في كرة القدم لازمك أنت تبرمج وتخطط وتنتدب، وبعد النتائج مربوطة ببرشا جزئيات كما تنجم تتعدى كما تنجم ما تعداش. اليوم نجاح النادي الصفاقسي ما كانش من باب الصدفه، كان مخطط، كان مبرمج، كانت فما انتدابات موجهه منذ خروجنا من الشامبيونز ليغ، وبدات من المرحله الاولى من ديسمبر بعد انتداب عدد هام من اللاعبين اللي فيهم اللي نجح وفيهم اللي ما نجحش. وبعد في الميركاتو الثاني بعد ما خرجنا من الشامبيونز ليغ اجتمع بينا رئيس النادي وعرفنا اللي المرحله نتاع الشامبيونز ليغ انتهت، وحاولنا باش نعاودوا
انتداب لاعبين اخرين باش يعطيوا اضافه للنادي الصفاقسي باش معناتها النقائص اللي شفناهم والمشاكل اللي شفناها مع فراسيه البشري خاصه من الناحيه الهجوميه اللي النادي الصفاقسي في المباريات اللي لعب فيها وكان فيها طرف معناتها ما نجمش يسجل عدد الهائل من الاهداف وما كانتش عندنا مهاجم اللي نجم يسجل اهداف. تم الاتصال بعديد اللاعبين وتم فما لاعبيه تمكنا ننجحوا فيهم خاطر فما مشكل اخر توجد علينا والذي زاد نحبوا ناخذوه بعين الاعتبار انه الكوب دي لاكاف والبطوله معناتها تجي ما بين جوان وجويليه معناتها هذا ديما يساعد الفرق اللي يكون عندها زاد بشري متواصل معها. كي تبدا عندك ليست دو ديبار من لاعبيه خارجين ومن لاعبيه داخلين ينجم يخلق لك اشكال. وتعرف انت دي باللاعبين معناتها راهو فيه كي نقول لك احنا اتصلنا باكثر من 20 لاعب باش يتم انتدابهم. فما صفقات تطيح في الماء، فما ملاعب يقول لك نجي اليوم ودون زي سمان باسبوري ما حضرش ومن بعد يقول لك لا راني باش نمشي نلعب في فرنسا، تعمل عليه وتخدم عليه ومن بعد يطيح كله في الماء. هذا كله معناتها كان نوعا ما، واحنا كان عندنا مشكل كبير، مشكل الوقت، مشكل النتيجه، مشكل مباراه كاس، مشكل انك تتعدى يلزمك الدومي فينال بالنسبه لكوب دي لاكاف. هذا الكل في حد ذاته يخلق اشكال معناتها في النادي الصفاقسي. لكن في نهايه الامر النادي الصفاقسي الحمد لله معناتها بالرغم الفرق الكبرى انها تتعدى من الصعوبات، لكن الصعوبات ما تدومش وتنجح. هذا بتظافر كل الجهود اللي وقفت وراء الفريق ودعمته. توا كيما سمعت الفيتيير المدرب يقول انه رئيس النادي الصفاقسي السيد لطفي عبد الناظر في الفترات الصعيبه، خاطر هو راهو باش تعرف انت مسؤول صحيح ورئيس صحيح ورئيس معناتها بالحق يتم معنى الكلمه يحب الانتماء لجمعيته، ما يخليهاش في الاوقات الصعيبه، ما يخليهاش في الظروف الصعيبه. تعرف انت بالرغم الانتقادات الكبيره والموجهه اللي كانت معناتها وحامله المؤطره اللي كانت معناتها تستهدف في شخصه هو وبعد خلطت لي انا، فهمت؟ انا وقتها معناتها رئيس النادي اصر ومعناتها باش يكمل المشوار نتاعه وزاد دعم وزاد وقف وزاد قام بانتدابات اللي ما صارتش في تاريخ النادي الصفاقسي. انا نقول لك النادي الصفاقسي انتدب المهاجم النيجيري ب 400 الف دولار اللي في تاريخ النادي الصفاقسي عمره ما النادي الصفاقسي انتدبت لاعب بالقيمه الماليه هذه. معناتها تعرف هذول فما صفقه في الثنيه جاي اغلى من هذه. تو نرجع لك عليها لا انا حبيت نكمل لك الكلمه وبعد اعطي المجيد. وقت اللي انا شفت انه مصلحه النادي الصفاقسي باش تمس وانه اليوم خروجي انا يمكن يخلي النادي الصفاقسي يعمل نقله نوعيه، لخاطر فما ناس ولات تستهدف فيا انا شخصيا باش تحاول. وقت اللي اقتضت مصلحه النادي الصفاقسي اني باش ننسحب انسحبتها، لخاطر في نهايه الامر انا اسعد انسان اليوم انه النادي الصفاقسي ماشي في السكه الصحيحه وفي الاتجاه الصحيح. سعد مجيد، اليوم شنو هي العوامل ربما اللي تخلي النادي الرياضي الصفاقسي القوه الهادئه في البطوله معناتها لافورست ترونكيل؟ اولا انا نتاسف برشا بخروج خونا وزميلنا ناصر بدوي، واحنا تكلمنا حتى في الحصص فارطه قلنا الرجل هذايا عنده قسط كبير وراه نجاح نادي الصفاقسي. معناها واحنا نتكلموا وقت نتكلموا بلغه كورجيه ونفهموا العمل نتاع مدير رياضي وشنو الانتدابات اللي قام بها. هذه اول حاجه. والحمله المؤطره اللي قامت حمله موجهه صحيح موجهه واستهدفت السيد عبد الناظر، والحمد لله معناتها الراجل يحب برشا جمعيته ومعناتها غيور وضحى من وقته ومن ماله. كانت زاده مستهدفه مع النصر اكيد اذا خير هو ينسحب. انا نقول فما فئه ديما موجوده في الفرق كل فئه قليله تستنكر خدمات الناس اللي تعطي للكوره، وهذا هو معناتها المفهوم ومعناها والرساله واضحه. بالنسبه للنادي الصفاقسي مش اول مره، معناها ممكن اللعيبه على الفريق هو جمعيه سيكليك، معناها فترات غياب الاستقرار، جيها فتره تكون جمعيه كبيره برشا تعدي. وشفناها في الكوب داكاف ثلاث مرات، في دو فينال كوب دافريك تونيزي، معناتها الشامبيونز ليغ كانت قريبه باش تهز مع الاهلي، كان معناتها الكاس نتاعها. معناها فترات تجيها معناتها في اعلى مستوى تكون حتى احسن فريق في افريقيا. لكن بعد فما النجاح هذايا ممكن ما يعجبش بعض الاشخاص بعض الناس، فما الحزن والغيره موجوده لو حتى في الرياضه.
هذا يوليو يستهدفوا اشخاص وهم مش قاعدين يفيقوا اللي هم يستهدفوا النادي، لان اشخاص تزول وتمشي. اليوم كنشوفوا تكلمنا عليهم رموز النادي قداش من رئيس كبار شدوا نادي صفاقسي وداولوا على بعضهم، وبعد في الاخير يرجع العقل ويرجع الرشد وتتوحد الناس كل وتولي تخدم مصلحه نادي صفاقسي. واليوم وقت توحدت الناس ورجعت ولات معناتها تفكر في مصلحه الفريق، شفنا نادي صفاقسي صار فيه هدوء، انتداب مدرب وكنا مع باسل لطفي عبد الناظر وكان موجود معنا وصاحبي موجود، قال معناتها المدرب سون فوت، معناها عرف كيفاش ياخذ المجموعه، عرف كيفاش ياثر، عرف كيفاش شكان ناقصها، ناقص هذاك الثقه فيها ملاعبيه، معناها كي ناخذوا الملاعبيه اللي تدبوا فالونيونغ من احسن ملاعبيه في السنتين جونيور، معناتها شفنا كي غاب ايزيكيل، وايزيكيل شكون فكر فيه؟ صحيح. كان موجود يتشلفح كون نقولوا فكرت فيه نادي سفيقس، شفت البليوس اللي عطاه، معناها اليوم مصعب ساسي كي دخل المركه، معناها فما اسمه لاعب حسن الحرباوي، اليوم تحس نادي سفيقس مرياح، هذوما انتدابات سليم بالجميع زاد، انا فما لجنه انتدابات، اما اكيد اللي ناصر بدو عنده قسط كبير وكبير برشا وراء الناس هذوما. اليوم نادي سفيقسي على السكه الصحيحه وان شاء الله يوصل. صاحبي حكي سي عبد المجيد على السيد لطفي عبد الناظر باش نعطيو حق الراجل زاده، في فتره من الفترات وحتى كي خرج الناصر سي لطفي لقى روحه وحده، لكن رغم هذا كانت عنده من رباط الجيش ومن قوه الشخصيه باش يتحمل مسؤولياته باش يلم حوله ربما بعض الناس اللي عنده ثقه فيهم ويواصل المسيره. هو من حظ حبان نادي صفاقسي عندهم بريزيدون كاليبر كيف سي لطفي عبد الناظر، باش كيقولوا سي لطفي عبد الناظر معناها الراجل راهو ملاك، اخطا لكن يقطأ لكن ديما على حسن النيه وحبه لنادي صفاقسي ما يشك فيه حتى واحد، ولا بروف علاش توا شد الطريق نادي صفاقسي. ومن بعد نرجعوا نعطوا حق النصر البدوي. سي لطفي عبد الناظر وفر اجواء نظيفه توا، وفما حق رجل اخر مع سي لطفي عبد الناظر هو سي بسام لوكيل، وجهه مبروك على سي اس اس ويخدم في اونتونت كبيره مع سي لطفي رئيس لجنه الدعم، عكس ما كان يحصل بين سي لطفي وبين سي منصف السلامي باش نكونوا واضحين مع بعضنا، لانك كيجي نقول لك تنجم تبدا عندك احسن ملاعبيه في تونس يلبسوا ماريول سي اس اس، اذا الجو خايب، اذا تكامبين، اذا فما ناس هيئه البرة تضرب في هيئه الداخل، بالطبيعه باش تتشوش الاجواء وما يمشيش الجمعيه. حاجه اخرى ما يحسب لناصر البدوي، ديما نقولوا ناصر البدوي ماهوش ملاك، اخطا في بعض الانتدابات في بعض القرارات، اما حتى واحد من العيب باش يشكوا في نظافه يد ناصر البدوي كما حاولت بعض الاطراف باش تدعي. حتى شاهدوا نحن الجماهير الصفاقسيه شنو قالت على المسيره الطيبه والمسيره الورديه للنادي الرياضي الصفاقسي، ثم نعودوا للبلاتو. سياسة تحسنت بحكم الانتدابات اللي صارت وبقدوم سي شهاب الليلي، برشا حاجات تبدلت ورجعت الكونفيونس في الجمعية، جو ليكيب كله تبدل على مناول وكل شيء، ماشيين في ثنية تحفونا سنا خدمة ستاف خدمة اونترونير وما ننساو زادة خدمة لايا المديرة لايا عملت اللي في جادة كما قلوا احنا مثال، عملت الريكريتمونات الجد أول حاجة عملتها، يعني عملت انتداب مدرب الجيد. انتدابات اللي قامت بها الهيئة المديرة كانت انتدابات مدروسة. واللي هما يعني سيرتو ايزيكيل باخ وريت هما اللي نجموا يعطوهم الدروب ونجموا يخططوا الاستضافة. بدات تتكون كيب سمحة وجوارات يعطيهم الصحة ويعرقوا ويحبوا الجمعية بالحق معناها. جوارات اللهم صل على النبي حطوا في قلوبهم. شافوا رواحهم مع مناول يعني الجمهور يعني كيفاش يعني ما مش نقول الجمهور كامل بعض الجمهور اللي جا ضدهم. برشا جوارات باهيين دخلوا ليكيب. مدرب زاد يخدم في خدمه تحفونه. كنا في حاجه لطرفنا بصراحه، عطى طفره معنوي كبير للاعبيه وكل شيء. انترونير هو اللي عطى البليز زاده للجمعيه، تبارك الله عليه ان شاء الله يواصل هكا. سيرتو قدوم شهاب الليلي هو اكثر تصور اعطى اكثر اضافه للجمعيه وللجروب كامله، معناها رجع الثقه للجوارات واللحمه سيرتو نيفو الجروب معناها. بالقلوب معروف بالحومة عولة بلبدينا
جماهير سي اس اس اذا كما شاهدتوا فرحانه بالمسيره الطيبه الفريقه الى حد الان. منير اليوم سؤال نادي رياضي صفاقسي العينين الكل باش تولي موجهه عليه ومركز عليه، اللقاء القادم وطارق حاضر بعدين بعد باش نحكيوا على المسيره الطيبه نتاع نجم اولمبيك سيدي بوزيد باش يكون صعيب في ميدان صعيب في ميدان سيدي بوزيد، الفريق ما خسر حتى نقطه في سيدي بوزيد، كيفاش اليوم السي اس اس لازم يتعامل مع الوضعيه الحاليه باش يقعد في الصداره؟ يعني نرجع لفيتيير شويه يعني تلمو اللي المدرب والنتائج ماشيين نقول الامور مريقله، اماني نتصور قدر الله نقول ديما بعد ما نحبش نكون قول لو المدرب يخسر ماتش ولا يعمل يعني الكلام هذاك الكل الباهي شفته اللي تلمو الامور مريقله والمدرب والمدرب هو اللي قاعده يعني احنا ما ناخذوش الكلام هذاك، المدرب ديما يخدم على روحه، المسؤولين ديما يأطروا ويوفروا كل شيء، يعني كل فرق نقول اني يأطروا ويوفروا كل شيء مش الفريق ينجح، الفريق لهنا نجح ونجح مش يعني شفنا كره ولا يعني السي اس اس رجعت للايامات نتاع قبل اللي شفناها يعني تهدف فما طريقة لعب واضحة فهمت فما حاجة فما طابع جابوا المدرب هذا والاكيد اللي المدرب هذا قريب ياسر للملاعبيه خاطر نعرفوه ديما يحب ملاعبيته وديما قريب عرفت يشوف شو ديما المدرب يشوف مشكلة الملاعب نتاعو هنا نقول اني الفريق قاعد يربح وقاعد يقنع وقاعد يواصل في المهمه نتاعو. ان شاء الله شو نقول هنا؟ ان شاء الله الفريق السي اس اس ان شاء الله يكمل على المنوال خاطر مازالوا مقابلات ولازم يجي يعني ما ظهرليش كان لازم تجي العثره، اما لهنا قوه شخصيه نتاع الملاعبيه وكيفاش الهيئه وكيفاش الهيئه مش تعمل تغلط المدرب وتحيطك لهنا نتسم يعني في الربح الناس كل فرحانة اما في الفترات الحسنات الصغيره هنا اللي لازم طارق نحب نسالك هنا سؤال على شهاب الليلي حكى عليه منير، لكن هنا انت كمدرب دور شهاب شنو اللي ريت الاضافه بتاع شهاب والحاجه اللي زادها للنادي ربما من ناحيه البسيكولوجيه والنفسيه ولا من ناحيه ربما بتاع خطه جديده ولا نادي رياضي صفاقس يلعب بها وانت باش تلعب ضد الفريق هذا الاسبوع المقبل نهار 1 نوفمبر شنو اللي زاد شهاب في السي اس اس؟ والله شوف نظن اللي السؤال هذا ما جيتش نجاوب عليه من غير ما تقول لي عليه معناتها انا الحلقات على شهاب اللي تعرف شوف بصراحه الحمد لله اللي معناتها نقولوا ان فما فريق من الفرق الكبرى نسمي السي اس اس فريق كبير فكر في شهاب الليلي علاش؟ خاطر شهاب الليلي معناتها في الفرق اللي تعدى عليها الكل صغرى بين ظفرينا من ناحيه الامكانيات من ناحيه الامكانيات تو هو زياد تكلم كلمه باهيه دير بالي قال الظروف خير من قبل اللي زع حلقه واضحه وحاجه باهيه برشا اللي ظروف النجاح متوفر وتجيب مدرب حسب رايي المدرب الكفء اللي يتعامل مع الفرق اللي فيها مشاكل يعرف يتعامل مع الفرق اللي فيها مشاكل هذاك المدرب الكفء وبعد كي يتعدى الفرق اللي ما فيهاش مشاكل نتاع فلوس نتاع ملاعبيه ملاعبيه ما شاء الله في السي اس اس ولا في الاسبيرونس ولا كليب لوتواد على منتر ملاعبيه تبارك الله يبدا دور مدرب اذا كان شهاب في الفرق الاخرى نجح انا متاكد اللي متاكد اللي باش يقد روحه ما نقولكش باش ينجح 100% اما باش يخرج بعام جيد في السي اس اس ويعمل فريق جيد هذه حاجه الاولى على شهاب خاطر يلزم ياخذ حقه المدرب هذا بصراحه خاطر 5 سنين ولا 6 سنين تفرج كل فريق يمشي له قاعد يعمل وقيد باش ياخذ فريق من فرقكم تقول لي انت على دوره دوره واضح مدرب عنده دور كامل انت لا تقول لي ذهنيا مدرب لازم يكون ذهنيا يعرف يحضر فريقه ذهنيا يحضر فريقه سيكولوجيا يحضر تكتيكيا يحضر فنيا يحضر بدنيا وانا نشوف اللي شهاب متوفره فيه الحاجات هذه ونظن اللي يقربوا للاعبين ولغته وجيهته معناتها قرقنا سباق سجنين معناتها براسك معناتها يعرف العقليه غادي يعرف كل شيء اللاعبين يعرفوا شنو شهاب الليلي حتى اللاعبين يعرفوا شنو شهاب الليلي مش ما جاهمش مدرب معناتها اللي مازال كيف يعرف شنو شهاب الليلي نظن اللي ظروف النجاح متوفره تقول لي انت باش تلعب
لاعب عن الماتش الجاي ان شاء الله نكملوا نلعب واحنا لعبنا مره مع لعبنا مره مع شياب مع جندوبه مع حمام سوسه وربحنا ان شاء الله نكملوا الماتش الجاي نكمل عندك ما تضيف على طرح احكي على النقطه نتاع البريباراسيون فيزيك نقول شهاب الليلي خذا من احسن المعدين البدنيين فؤاد التيتي نعرفه مليح من احسن التحضير البدني هو الحاجه الايجابيه خدم معاه في دبي هو الحاجه الايجابيه كل اطار فني حاول باش يتدب الناس اللي تخدم معاه باش تعطيه اريحيه هذيك مهمه رئيس النادي باش يسهل العمليه خاطر برشا الناس تتساءل تقول لك علاش كل مدرب يجي يجيب الاطار الفني نتاعو باستثناء بعض ساعات فما حالات شاذه اللي تجم تاخذها بعين الاعتبار لكن باش تحط البروجي نتاع لونترونور لازمك تخليه ياخذ بريحيه الستاف نتاعو اللي باش يخدم معاه سي شهاب وقت اللي جاء اول حاجه في فتره صعيبه وفي فتره تاع شك خاطر الفريق في فتره ما وصلنا لفتره شك معناتها جميع الاصابع جاء بالحق بدل الامبيونس نتاع ليكيب جات لي فيكتوار قعدت ربح هو منير اللي لازمك تفهمه في كرة القدم ما فماش مرحلة متواصلة فما ديكور وكل مرحلة يلزم عندها أسلوبها عندها طريقة في التفكير في التسيير في التعامل نتاعها بإيجابياتها بسلبياتها ونقول لك أنا حاجة أخرى النادي الصفاقسي اليوم أكثر فريق في تونس أعطاه فرصة للمدربين الشبان باش يدربوا نبيل كوكي أول مدرب مدرب أول في النادي الصفاقسي غازي الغرايري أول مدرب في النادي الصفاقسي حمادي الدو كان مدرب في السعودية لكن النادي الصفاقسي هو اللي عرف على الإشعاع اللي هو موجود حتى النادي الصفاقسي ماذا بينا احنا الفرق التونسية الكل كيما الترجي كيما الإفريقي كيما الكل يعطيه زاد فرصة خاطر فما مشكل اللي ناخذوه بعين الإعتبار اليوم احنا قاعدين ندوروا في سيركوي نتاع 20 مدرب ولا 15 ولا 17 المدربين وقت اللي تخمم باش تقصي مدرب ولا تجيب مدرب ولا تغير ولا قاعد السيركوي عمل يتسكر معناتها فهمت واحنا كان باش نعملوا على الاطارات الفنيه لازم القاعده تكبر لازم الناس تعطي ثقه اكثر باش المدربين هذوما ينجموا ياخذوا فرصتهم وينجموا الفرق تنتدب على خاطر كل فريق ينتدب مدرب لازم تكون عنده تجربه ناجحه في فريق وتمن به مسؤولين وناس باش تنجم ينجح اليوم الاهداف تاع نادي رياضي الصفاقسي يعني نحب نشوف مع الناصر قبل الموسم شنو كانت والله بالنسبه للاهداف النادي الصفاقسي مني خرجنا من الشامبيونز ليغ يعني نقول لك بصراحه وهذا معناتها الى حد الان موجود اليوم شوف انت الرصيد البشري احنا نقول لك في ديسمبر انتدبنا مثلا اربعه خمسه انتدبنا 10 لاعبين فيهم خمسه لاعبين شبان اللي اعمارهم ما بين 18 و 19 سنه وخمسه لاعبين اللي هم 23 سنه ويفوتوا معناتها باش تقعد ديما فما وزن ما بين الدبات مثلا لوني هونك لحمي برهان اسمه رياح لاعبين معناتها باش يكون مشروع لاعب علاش نادي الاستراتيجي تاع الاوبجيكتيف السياسي واضح نادي السياسي بعد خروجنا رئيس كما قلت لك لازم فريق لازم يكون كومبيتيتيف نخدمه ونجريو ماتش بار ماتش معناتها ما نجمش نكبروا برشا الاوبجيكتيف وكان وصلنا له طوميو علاش ربما فما تواضع في كلام ناصر سعد مجيد علاش اليوم نادي الصفاقسي عنده فريق اللي بشويه وقت شويه اوتوماتيزم قادر انه يلعب وينافس لاخر وقت على البطوله شوف انا نقول ينقص نادي الصفاقسي هو كاس رابطه الابطال لان خدم عليها عنده مده وكانت من اهم اهدافه هو اليوم انا تقول نجاح الطاقة بدع المدرب وكل شيء لكن مرتبط بالهيئة اي مدرب يجي ينجح ينجح لما تكون شورى هيئة تسنده وخاصة نعرف احنا لاعبين في تونس من ناحية نفسانية ضعف برشا توفر في وقته البري نتاعهم دورون دوا ما عادش يولي عندك مشاكل في المسير لان تخرج مشاكل في المسير نتاع اللاعبين في تونس خاصة وكل الامور ماشيه معناتها على احسن الاراء المدرب باش يلقى ظروف يوفر بالطبع لازم يكون سيكولوج المدرب التونسي مش عكس المدرب الاجنبي المدرب التونسي لازم يكون قريب برشا من اللاعبيه يتحدث معهم برشا يحكي معهم برشا في اوروبا ما يحكيوش برشا مع اللاعبيه لان اللاعبيه عنده ثقافه اخرى اليوم شو نقول اليوم كان عنده مشكل في الهجوم
سجل 10 اهداف قبل الاثنين. معناها ديجا المشكل الحقيقي اللي كان في النادي الصفاقسي هو الرقم الهجومي، رغم اللي خروج لاعبين متكلمين تخنيسي تلميساسي فخر الدين بن يوسف لاعبين تعوضوا واصبح يسجل. لكن اليوم خلينا نحكيو على خمسه مقابلات. كيف اليوم النادي الصفاقسي مازال ما عرفش مقابلات كبيره قبل سيدي بوزيد واحنا بالصدفه حطينا الطارق ومعنا بالصدفه كانت وناصر كانوا بزاف فرق يستحقوا فما مش عمل فرق كبيره هنا قوة فريق وقتاش وقت تخسر مقابلات هنا ممكن الفرق التوانسي ما عندناش حتى في اوروبا يخسروا اذا تخسر برشلونه تخسر مانشستر يونايتد تخسر مش يرجعوا المشكل في الفرق التونسيه هو وقت تدخل تخسر مقابله ولا اثنين تعطي فرصه للدخلاء باش يدخلوا باش يبداوا يعملوا مشاكل باش ياثروا كل شيء هنا قوة فريق الخساره مش ربح اليوم جاوا باهي في الفاقس الناس الكل تو بدات متفائله لكن اليوم كما قال حتى فريق ما عمل لك عام كامل متواصل باش يجي فترات فترة هذيك قوة فريق في هذاك الوقت هذاك وقت المساند وانا نقول تو الفاقسي طموحاته لازم تكون ماشيه الشامبيونز ليغ هذا الهدف الرئيسي راهو البطوله صحيح بطولتنا في تونس ولا صعيبه وفي الشامبيونز ليغ لما جيت تتعدى على الفرق الاولى ولا الثانيه في البطوله نحكيو على الفرق تصرف في 10 او 15 مليار يا وليد مانيش نحكيو على الفرق تصرف في 2 مليار دويت اليوم نادي الشيخ في الفرق الكبيره اذا يكون نكون عندنا فرق على مستوى لازم نكون على مستوى افريقي هذا هو طموحات الفرق ولازم تخدم مانيش ناخذ توا لازم تخدم وتواصل وتتابع سامحني انا نحب نعطي حق الناس معناتها راهو فما انتدابات صارت في النادي الصفاقسي يمكن انا كنت متواجد فيها كمدير رياضي لكن فما برشا اطراف كانت موجوده وخدمت معايا نحب نشكرهم بالمناسبه هذه كل الاطراف بما فيهم اللجنه الاستشاريه اللي عملناها في النادي الصفاقسي فيها عديد الوجوه الرياضيه فيها مختار ضبيب الحبيب الجربي عصام رديسي هيكل المنديه حافظ بن صالح شكري شيخ روحو سي احمد قيراد هذه لجنه استشاريه معناتها توجدت باش نرجعوا لها بالنظر على حسب الانتدابات وانا باش نقول زاد فما برشا ناس قاعده تحكي على الانتدابات اللي نجحت واللي ما نجحتش ولا اليوم يا سيدي انا واحد من الناس نحكي على روحي خاطر برشا ناس قاعده كل واحد يحب ينسب روحه اللي نجح واللي ما نجحش انا نقول يا خويا اللي نجح نجحوا الكل راهم جابوا من ناس اخرين اللي فشلوا الكل جبتوا من ناصر احنا خلنا نمشيو باش نحكيو عليه باش نحكيو عليه الفقره الاخرى في شحال اخرين الكل الفقره الاخرى في موضوع الفقره الاخرى في موضوع نادي رياضي الصفاقسي باش تكون مخصصه لك انت باش نهي قاده الجماهير حتى احنا نمشيو فاصل قبل ثم نعودوا للبلاتو